لماذا التثاؤب معدٍ؟ هل يجعلك النظر لصورة شخص يتثاؤب ترغب بالتثاؤب؟ قرابة النصف من الناس يقومون بالتثاؤب بعد تثاؤب من حولهم بسبب ظاهرة عالمية تسمى بعدوى التثاؤب. بعكس اعتقاد الناس، اقترحت دراسة جديدة من قبل جامعة دوك ديوك يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدوى التثاؤب ليس لها علاقة قوية بالمتغيرات مثل التعاطف والتعب والمستويات المختلفة من الطاقة. وأشارت دراسة سابقة إلى وجود ارتباط بين التثاؤب المعدي والتعاطف، ولكن وجد الباحثون بمركز دوك للتغيرات الجينية في الإنسان أن التثاؤب يمكن أن يقل عند تقدم الشخص بالعمر ولا يرتبط بالتعاطف. كانت الدراسة بعنوان التغيرات الفردية في قابلية التأثير على التثاؤب المعدي هي تغييرات مستقلة للغاية وغير معزوة إلى التعاطف أو عوامل أخرى، ونشرت في مجلة 14 من آذار مارس في مجلة ون بلس العلمية، وهي من إحدى الدراسات الأكثر شمولا للعوامل المؤثرة على التثاؤب المعدي حتى الآن. وتقول الباحثة في الدراسة إليزابيث سيرولي الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب بمركز دوك للتغيرات الجينية بالإنسان بكلية الطب: نقص العلاقة في دراستنا بين التثاؤب المعدي والتعاطف تشير إلى أن التثاؤب المعدي ليس نتيجة لقدرة الشخص على التعاطف. وأكد الباحثون بأنه كلما ازداد فهمنا لبيولوجيا العوامل المشاركة في التثاؤب المعدي، كلما ازداد فهمنا للأمراض كمرض الفصام والتوحد. وجدت دراسة في عام 2010 بجامعة كونيتيك في الولايات المتحدة بأن معظم الأطفال لا يملكون القابلية للإصابة بعدوى التثاؤب حتى عمر ال4 سنوات، وأطفال التوحد أقل قابلية للإصابة بعدوى التثاؤب مقارنة بالآخرين. وجد الباحثون في دراسة أجريت على ما يقارب 30 شخص بين عمري 16 و15 سنة من المصابين باضطرابات طيف التوحد أن أطفال التوحد كانوا أقل عرضة للتثاؤب مقارنة بأقرانهم، والأطفال ذوي الإصابة الشديدة لديهم أقل قابلية للإصابة بعدوى التثاؤب مقارنة بذوي الإصابة أقل حدة. إن قرأت كلمة تثاؤب ستتثاءب. التثاؤب في الأصل ظاهرة تحصل فقط عند الإنسان وقرود الشمبانزي كرد فعل للسمع أو الرؤية أو حتى التفكير بالتثاؤب. كم عدد المرات التي شعرت فيها برغبة في التثاؤب عند قراءتك أو عند مشاهدتك لهذا الفيديو؟ وجدت الدراسات مجموعة من الأشخاص أكثر قابلية للتثاؤب من غيرهم. يحدث التثاؤب بطريقة عفوية عند التعب أو الملل، ويلاحظ التثاؤب العفوي لأول مرة في الرحم، بينما يحصل التثاؤب المعدي لأول مرة في مرحلة الطفولة. تهدف دراسة ديوك إلى تحديد أفضل حول كيفية تأثير عوامل معينة على قابلية الشخص للتثاؤب المعدي. ووجد الباحثون أن بعض الأشخاص يكونون أقل عرضة للتثاؤب مقارنة بغيرهم. في المستوى يتثاءب الشخص ما بين 0 حتى 155 مرة عند مشاهدة فيلم مدته 3 دقائق يعرض فيه أناس يتثاءبون. من بين 328 شخصا تمت عليهم التجربة، 222 منهم تثاءبوا لمرة واحدة على الأقل. إن كنت ترغب في قياس قابليتك للتثاؤب، شاهد معنا هذا الفيديو. كم دقيقة مرت قبل أن تتثاءب؟ وعلى نقيض الدراسات السابقة، لم يجد الباحثون في ديوك الارتباط القوي بين التثاؤب المعدي والتعاطف والذكاء أو حتى أوقات النوم. وكان العامل الوحيد ذو التأثير على التثاؤب المعدي هو العمر، فكلما ازداد العمر قلت قابلية التثاؤب. ومع ذلك كان عامل العمر المفسر الوحيد ل 8% من التباين في الاستجابة لعدوى التثاؤب. وفي خلاصة الأمر، نحتاج للمزيد من البحوث حول التثاؤب المعدي. اختتمت إليزابيث: عامل العمر كان أكثر المؤشرات أهمية على التثاؤب المعدي، وفي نفس الوقت لم يكن مهما. فلم نجد تفسيرا للتباين بين استجابة أغلبية المشاركين. في نهاية المطاف، يبقى التثاؤب المعدي لغزا محيرا للعلماء، ويخطط الباحثون بجامعة ديوك لدراسة العوامل الوراثية المحتملة في التأثير على التثاؤب المعدي. يكمن هدفهم على المدى الطويل في تحديد الأساس الجيني للتثاؤب المعدي كوسيلة أفضل لفهم الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الفصام والتوحد، وكذلك طبيعة الأداء بشكل عام. وتقول إليزابيث: من الممكن أننا إذا وجدنا البديل الجيني لجعل الناس أقل قابلية للتعرض للتثاؤب المعدي، قد نرى أن البديل أو البدائل من نفس الجين مرتبطة أيضا بالفصام أو التوحد. وأضافت:
حتى إن لم يكن هناك ارتباط بالأمراض، فإن الفهم الأفضل لبيولوجيا التثاؤب المعدي يمكنه إعلامنا بالسبل التي تساهم بهذه الحالات.